تحرك استثنائي من الرئيس التونسي قيس سعيد قلب الطاولة على البرلمان ورئاسة الحكومة ومن خلفهما حركة النهضة، بعد احتجاجات حاشدة طالبت بإقالة رئيس الوزراء وحل البرلمان. أعلن الرئيس التونسي جملة من التدابير الاستثنائية التي يقضيها الوضع لإنقاذ الدولة، من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، على أن يتولى سعيد الإشراف على عمل الحكومة واختيار وزرائها، في وقت منع الجيش التونسي رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبه الأول وقياديين من حزب حركة النهضة. بن سعيد شدد على أن هذه الإجراءات جاءت وفق الدستور التونسي، مشيرا إلى أنه اتخذ إجراءات سيتم تطبيقها فورا. وعقب القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد اعتبرها منتقدوه انقلابا على الدستور، طوقت عربات تتبع للجيش التونسي مبنى التلفزيون، كما غادر الغنوشي البرلمان بعد منعه من دخوله. تجميد كل اختصاصات المجلس النيابي ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس وتولي رئيس الدولة السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة ويعينه رئيس الجمهورية. قرارات اتخذها بن سعيد يستهدف فيها إيقاف الفساد وتعديل مسار الدولة في إطار تلبية لمطالب الشعب السلمية برحيل الحكومة وحل البرلمان.